نحن عايشين في منطقة جبلية كلها جبل، ما فيها طرقات ولا فيها شيء. نحن عم نجي بنزرع لنا شوية زرع، شوية حنطة. هالحنطة هيدي عم نفلحها على الفدان، على القديش وعلى عدة الحديد، وبنستنى عليها لينزل مطر. إن نزل مطر عليها بصير، وإن ما نزل ما بصير. نحصد هالكمية هالمحصول هاد، نحطه عبارة عن كويديس صغيرة، وبعدين من يجي هالشاحر، هذا نحن نسميه الشاحر، نحطه من هالميل خمسة ومن هالميل خمسة، شي يحسن نتحمله على الدبة، وبعدين مشان الطريق اللي بده تاخذ الدبة، طريق وعر وطريق كيفين وهيك فلذلك نحن نقلل الكمية بالشاحر هذا اللي نسميه، وبننقل هالزرع. ننقله بالدبة لمحل الضيعة. الضيعة بيكون عندنا محل وسيع شوي، بنحطه وبندرسه. كنا على الحيلان، هلا على الدراسي. وهذا عيشتنا، يعني صعب كتير، ولا في عنا طرقات ولا في عنا شيء على الأراضي تبعنا.